أصدر وزير المالية برك شيتان اليوم قرارا وزاريا يقضي بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة. وقال الوزير الشيتان أن هذا القرار أوكل إلى إدارة الحسابات العامة في وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والبنوك المديرة برد المبالغ السابقة تحصيلها من عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة إلى حسابات العملاء البنكية اعتبارا من شهر أبريل من العام الجاري. وأضاف أن القرار يدعو الجهات المعنية والبنوك المديرة إلى تنفيذه خلال الأسبوع الجاري.